Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. سيداتي انساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ معاكم محمد زاهي زي جبشة فيش توك، واثنين زي جبشة فيش توك، واحمد عاطف مش معانا اصلا مش النهارده ايفنت مش كلها قطط وكلاب. المره اللي فاتت صورناه حصل مشكله في الصوت فما اتذاعش، فالمره دي ان شاء الله احنا مركزين قوي في كل الكائنات اللي انتوا تتخيلوها ولا تتخيلوها، مش هنتكلم كتير، يلا بينا. شادي يعني صاحبي من زمان جدا، ودلوقتي انت مع رامز صح كده؟ ده البوست بتاع رامز او السيكتور بتاع رامز اللي فيه زراعه كلها شادي، اللي هياخدنا لفه فيه ويقول لنا ايه الحكايه كلها. يلا يا شادي. هنلاقي الاثنين ليك يا باشا. هنبدا الاول بالبول بايس بالايفوري، دي طفره يعني تعتبر نادره نوعا ما في مصر، بس هي منتشره بره. هي بيبقى حجمها كده ما بيكبرش عن كده غير حاجات بسيطه قوي. وفي برضو اللي هي البلو تانك، دي السحليه اللي بتميز ان هي لسانها ازرق، ودي برضو من الحاجات المميزه اللي بتتربى، ودي اصلا مفيش غيرها دلوقتي في مصر يعني حاليا. وفي برضو السحليه الاستراليه البرد الدراجون، يعني حاجه كده خطيره، لو سبحان الله انت لو مسكتها غلط الحراشف اللي على جسمها دي فعلا هتشوكك في ايدك فعلا. الحراشف بتاعتها بتتميز ان هي بتبقى عامله زي الشوك، يعني حرفيا انت لو قربت ايدك من الشوك بتاعها مثلا فحرفيا هيشوكك، يعني هو سبحان الله ربنا خلقها كده. دي بتتغذى على الحشرات، بتتغذى على الخضروات، طبعا بتحب الشمس جدا عشان برضو حجمها وعشان صحتها وعشان كل حاجه. وفي برضو الدبوب، ده بقى في الخليج بقى بياكلوه بقى. الدبوب دي بتتغذى على جميع انواع الخضروات ولازم يوميا تشميس ليها. في برضو ورغات صحراوي، وهنوريكم برضو الكبير منه، ده اللي هو الحجم الاكبر من الفأس بشويه. ده بيتغذى عن اللحوم، على اللحوم، وبيعيش في الصحراء، ومن الكائنات يعني الجميله جدا، يعني ممكن واحد يربيها. دلوقتي هوريكم الكبير منه، هو بيطلع على الكتف وهادي ما بيعملش اي حاجه خالص ولطيف. وده الكبير بتاع البيبي اللي احنا لسه كنا جايبينه بقى من شويه. هادي هو خالص ما بيعملش اي حاجه. دي برضو سحلية الإجوانة، بتتغذى على الفواكه وبتحب تعيش في الأماكن الواسعة، وفي بلاد بره بيربوها في البيوت زي القطط بالظبط. وهادية جدا مع الأطفال وجميلة. في برضو اللون الأخضر منها برضو تحت اهو. ده بقى فأس الكورن سنيك. هي في الحجم دون، تتغذى على القوارض الصغيره خالص البيبي، تتغذى على البراس، وفي منها طفرات لونيه كتير. دي حجمها بيوصل لمتر ومتر وعشرين. دي اصلات البرميس بايسون، دي طفره هايبو. دي شوية سناجب بقى، سنجاب. ده سنجاب أرضي عامزة سبحان الله نفس ردات فعل الكرتون بالظبط. وفي سنجاب أمريكي اللي هو ده اللي كان عاملين عليه الكرتون بتاع السنجاب ده فعلا. دي حاجات دي أول مرة تنزل مصر بس. زي ما انتم شايفين، وكمان سنجاب سوري. هو بيتخانقوا تقريبا. طيب وهنا كمان يعني عشان مزاج الناس جوبا صاحب بن جوبا من الناس الجميله اللي معانا هنا، وجايب الشغل بتاعه برضه عشان اللي عايز يشرب فنجان قهوه، عايز يشرب حاجه تحفه. حبيبي يا ريس، حبيبي تسلم لي. ازيك يا ادم، عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. زي الفل الحمد لله. لفه بقى خبطنا. بصوا لفتنا كبيره النهارده، يعني ما شاء الله الحاجه هنا كلها كتير. هشيل لك بس الكروت والحاجه من هنا. عبد الرحمن بعد اذنك شيل الكروت من هناك. تمام، تحب نبدا بايه؟ عندك بطليات، عناكب، الحاجات دي؟ انا عندنا الحمد لله النهارده تشكيله ما حدش شافها في مصر من العقارب، وعبد الرحمن يكون معاك. عبد الرحمن خد المايك. اتكلم انت عبد الرحمن. السلام عليكم. تمام الحمد لله. تمام كله تمام. لفه بقى؟ تمام. انا النهارده دول عقارب ابيسوبوتيوس. دي الانثى وده الذكر. تمام كده. ده عقرب من جنس اللايورس بس من نوع مش متحدد. كده معانا عقربين لايورس هينجي، يعني لونين مختلفين. ده واحد منهم والتاني هنا هو ورا. يسألوا قلت لك ايه؟ ورا. ده عنكبوت بوسوليتيريا رجالس انثى. وده عنكبوت سلمون بينج. عقرب من جنس بوساكوس. عدد بالدراجة يعني. ايوه يا ابني خدها ومشي. لا اجمل العقارب المصريه. ده بقى من اجمل العقارب المصريه، ده عقرب بوتيس اورينتاليس او ذو الحدين. ده اسمه العام. ده عقرب أندروكتونوس أموركسي بس فأس، لسه صغير سلينج. ده علجوم اسمه العلمي بوفو فيردس او علجوم الفريدس، ده اجمل ضفدع مصري. ده عقرب أندروكتونوس كاسكودا او العقرب العربي سخين الذيل، ده تاني اكتر عقرب سمية في مصر. وده عقرب أندروكتونوس أموركسي او عقرب بلطيم، ده زي النوع اللي لسه شايفينه بس ده الكبير بتاعه بقى، ده القطط. ده تالت نوع معانا من نفس الجنس، ده اسمه أندروكتونوس استرالس او عقرب المقابر. ده جنس أندروكتونوس عندنا منه 4 انواع في مصر، الثلاثه دول ومعاهم الأندروكتونوس باي كولر. يلا اتكلم. كينجات السنه دي بقى البيت الدراجون، انا نفسي اربيه ده، نفسي بس السنه دي كذا حد فرخ البيت الدراجون، دول من تفريخي انا واستاذ رامز. ده الحجم الفأس بتاعه صغيرين. معانا برضو كورن سنيك، دول برضو تفريخ مصري، السنة دي فرخنا كذا حاجة مستوردة في مصر زي الكورن سنيك، البيت الدراجون، بورنس بايسون. دول كورن سنيك الفأس، ده الطفرة النورمال بتاعته، ودول طفرة تانية اسمها مطلي، ده النورمال وده المطلي بتاعه. منورنا والله. هنكمل بقى عبد الرحمن، كم بدأ معانا في السحالي هنبدأ احنا شوية نتعمق في التعابين. هو المشكلة بس ان هم مدفونين شوية طبعا عشان الزحمة وكده، بس انا هبدأ معاك اهو. ادخل الدخلة يا استاذ محمد. ماشي، ده ابو السيور معانا تمام النهارده، ده معشوق الجماهير هنا اهو، ده معشوق الجماهير طبعا. ده من الجلد، ارفع ايدك، ده انا من الجلد، ارفع ايدك يا ادم. الله ينور عليك. كل ايفنت يا دي يا ايفنت راح اتزهق يا اخي. بص 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 اهو، اللي قاعد على عرش اليوتيوب وربع سكت يا رب. وراك ايه؟ وراك ايه كل ده بس؟ تباعد الاجتماعي لو سمحت. انا يا جماعه محدش يتخانق. ده معانا الخضيري ومعانا النهارده ابو السيور. داخله دلوقتي بص، هتطلع اللي عندك بقى، يلا تعالى يلا. معانا الجداري. لا 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 لا، معانا البتري. معانا واسع العين بس هو سريع مجهد شويه. واحد بحر. تمام، مميزه جدا مميزه جدا. هي عندها مشكله يعني، هو الطفره دي بتبقى طالعه بمشكله عصبيه في جسمها، هي دي طبيعتها كده يعني، تعتبر بتطلع ما بين كل 100 واحد حسب. تمام، معانا برضو حاجات جميله جدا النهارده، ناس من سحالي وملحيات، ومعانا حته مميزه جدا اظن طبعا الالوان واضحه. معانا طبعا قطع مميزه جدا من التعابين، معانا احجام كبيره جدا من الساند بوا، ذكور واناث، من اضخم الحتت اللي موجوده في مصر الحمد لله. معانا قطع برضو تفريك اسر. ده تفريك اسر. معانا بقى معشوق الجماهير كوبرا الكاذبة. كوبرا الكاذبة ابو العيون باشا. جبنا لكم سوبك بقى اللي احنا اللوجو بتاعنا الاسم سوبك، سوبك يعني اله النيل، وكانت بتطلق على التمساح، وده التمساح معانا النهارده. طبعا التماسيح نوعا ما كائنات خطر بس بتستأنس في البيئة البرية. بتستأنس في الايه؟ ايه ده؟ هات الحجم الصغير. حاجة تانية جاي بقى عشان تثبته يا عم. ثبت ايدك وخليك واقف مكانك وثبت ايدك. ابعد شوية. هات الاثنين هات الاثنين. ده ثعلب زراعي، كنت جايبه من لسه كيتي صغير واهتميت بيه وبقى زي القطه بالظبط. والناس اللي بتقول المفروض يعني اللي هو شرس وكده، بالعكس الناس كلها اتصورت معاه وحباه جدا جدا كمان. حاجه هاديه جدا وجميل جدا وما عدش حد ولا عامل اي مشاكل من اول ما جه. زي ما انتم شايفين هو يوم ترفيهي تماما، وزي ما احنا صورنا الزواحف هنروح للبغبغانات. مصطفى طاطا بتاعه، وكمان هنلاقي في شماج هنا اهو بوست بتاعهم اهو، هنروح نتكلم معاهم. هما جايبين على فكره اللارفا صاحيه، شايفين جوارح والناس كلها بتتصور مع كل حاجه هنا، والناس مبسوطه جدا. ده الورل الصحراوي بيتغذى على اللحوم، الحشرات برضو، الفئران، الكتاكيت، الحاجات دي كلها. ومعانا الجندي المجهول اللي ورا، يعني الانتشار بتاع فيش ماج برضو، الراجل اللي بيسعى ان الفيش ماج ينتشر بقوه، محمد ياسين. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. تمام؟ الحمد لله. الاسعار ايه الجديد؟ الرقعه الجديده ماشي. الجديد عندنا احنا بناء على رغبه عملاء كتير ساعدنا على الباودر، مفيش احجام كبيره، فاحنا وفرنا الباودر بحجمين اكبر، حجم 60 جرام وحجم 100 جرام. ال 60 جرام جمهوره سعره 85 جنيه وال 100 جرام ب 100 جنيه. تمام؟ ده بالنسبه جديد اللي عملناه للسمك، وعملنا كمان للترس، منتج للترس عشان الناس اللي كانت بتسال الترس تاكل ايه، وعملنا لها المنتج دوت. ودخلنا في جزء جديد طيور، عملنا بيري ماج بغبغانات، منتج مختلف تماما عن السمك. وعملنا للكناريا منتج كناريا ماشي. طبعا ما نسيناش الزواحف، عملنا للزواحف حي، منتج لايف. دوت عامل 25 جنيه لايف في 25 واحده. ودايما احنا بنحاول نسعى لارضائكم ونطور من الهوايه، وشكرا جدا. عايزين الحاجات دي عند تروبيكال بيتس في اقرب وقت لو سمحت. عايزين الحاجات دي عند تروبيكال بيتس في اقرب وقت يا باشا. ان شاء الله تروبيكال بيتس يعني اول الناس. حبيبي حبيبي يا محمد، شكرا. ده شاهين جبلي، ده شاهين جبلي. انا كنت جاي يعني ايه، عايز اشوف صقر شاهين حقيقي فعلا، يعني ما شاء الله طبعا شكل عزه والشموخ، حورس بتاع مصر. انا مصري، ها مصر مصر. هو كل الطيور مهاجره، كل الطيور بيقول لي مهاجره، بس ده اللي هو حورس، نفس الرسمه بتاعت وشه، نفس العلامات. سبحان الله اللي خدوها القدماء المصريين منه. اخويا وحبيبي كينج الحياه البريه بقى. الصياد المصري منور الايفنت النهارده، عايزين ناخد منه كلمتين كده. خد يا معلم. محمد زاهي طبعا من الشخصيات الجميله جدا في الاسماك، طبعا شخصيه محترمه جدا، بينور لك كل ايفنت، طبعا ليه بصمه جامده جدا، ومن الشخصيات اللي هي بجد تستحق المتابعه، ويا ريت يا جماعه تدعموه جدا لانه شخص محترم ويستاهل الدعم فعلا اللي انتوا هتدعموه له. شكرا يا اخويا، انا فرحان جدا ان انا شفتك. حبيبي 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 يا اخويا. الراجل ده يا جماعه عنده قناه الصياد المصري، لازم تتفرجوا عليه، صح كده؟ سامي محمد العقباوي حبيبي، لازم تتابعوه. مصطفى طاطا اخويا وحبيبي، دي اقل حاجه اقول عليه، يعني انا وهو من السيده زينب واحنا جيران اصلا، وراجل ما شاء الله كينج البغبغانات. عايزك تلففنا لفه كده. بص هنبدا اول حاجه، ماشي؟ يلا يا صاحبي. اول حاجه معانا الكناريا، طفرات، معانا اكليكتوس، في كناريا طفرات، اكليكتوس، ده الاكليكتوس تمام. ايه تاني يا صاحبي؟ سان كونيور ايوه حبيبك. ايه انا هو مش داسكي لوري. الجداري، درة هندي، طفرات، فراخ، مكاو بلو اند جولد، تمام. تعالى زاهر، مكاو كاتالينا وهارلي كوين. فاتني فيديو بمليون جنيه. مكاو جرين وينج. كاتو سيلفر كريست. امازون بلو فرونتد. تمام. وده امازون بلو فرونتد، ده وده در امريكي. الراجل صاحب الهيلمان ده كله، يعني تاجر السعاده النهارده رامز اسلام، انا مبسوط ان انا صورته النهارده عندكم، وعايزك تقول لي كلمه عن المهرجان. حبيبي والله نورتني، الايفنت النهارده فعلا اتجمع فيه ناس كتير قوي جميله، ابتدينا ان احنا نعمل حاجات كتير في الايفنت النهارده، زي مسابقات، زي محاضرات، حاولنا ان احنا يبقى البارتشنات بتاعتنا تبقى متنوعه اكتر، حاولنا ان يبقى في حاجات كتير جدا النهارده، زي ما انت شايف كل الناس مبسوطه، كل الناس سعيده، وهو ده كان الهدف من اليوم، ان انت تبقى مبسوط، تبقى سعيد، تاخد معلومه، تشارك بالزاحف بتاعك، تحس ان انت عملت حاجه كبيره قوي في يوم زي ده ونكون احنا السبب فيها. فبجد نورتونا جدا، وحاولوا كل ايفنت مش كلها قطط وكلاب لازم تكونوا موجودين. حبيب قلبي. كلها مروحين. يبقى يوم جميل جدا بيتكرر مره في السنه. اتمنى ان شاء الله ان احنا هنيجي السنه الجايه والناس كلها بخير. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.